السلام ورحمة الله وبركاته. طالب تانية ثانوي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني طبعا والله. برضو في البداية بس انا عايز اقول ان انا دايما كنت مقصر مع الناس بتاع تانية ثانوي، ما اعرفش ليه الحقيقة، مع ان منهجهم برضو مجعلص شوية كده، بس ان شاء الله يعني الكلام ده هيتلم كله قبل اخر الترم. طبعا يعني اللي شاف او سمع منكم فيديو اولى ثانوي عارف يعني الاسبوعين اللي احنا فيهم دول، والناس متسوحة مش عارفة تعمل ايه بتاع، وممنوع التجمعات وكده، وصحتكم طبعا. نضطر ان احنا، او شايف ان ده حل كويس جدا، ان احنا نبتدي نعمل فيديوهات. الفيديو ده تقدر تتفرج على اي وقت بقى، الصبح بالليل براحتك، هيكون معاك دايما، تقدر توقف الفيديو في اي لحظة تانية اللي انت عايزه كده، الحاجات دي كلها. فالحقيقة الفيديوهات دي هتبقى مفيدة جدا ليكم، فحاولوا دايما ان انتوا ايه تتفرجوا عليها. تمام، دي اول حاجة. الحاجة التانية اللي عايز اقولها، احنا هنبتدي منين في المنهج؟ في الحقيقة هو منهج تانية ثانوي، يعني في الجزء الأول كان هيدروستاتيكس. تمام، ما أعتقدش إن أنتوا لسه خلصتوا الهيدروستاتيكس. تمام، بس أنا مش مرضيتش أجي أخش في نص الهيدروستاتيكس وأبدأ منها، يعني البريشر كله كان مترتب على بعضه، حاجات كتير يعني باسكال برنسبل والميجرمنت اوف بريشر، أعتقد يعني في حاجات كتير هتلاقيها مترتبة على بعض، فما حبيتش إن أنا أدخل من النص وأبتدي فيها، فاضطريت أو شفت الأحسن ان انا ابتدي من اول الجازلوز او من اول الهيت، يعني من جزء ما يكونش معتمد على حاجه قبل كده، بحيث لو حد يعني ما كانش مذاكر الجزء الاول ما يتعطلش ويبقى معانا برضو على الخط. تمام، انا جاي النهارده اعمل ايه؟ انا جاي النهارده الحقيقه ادي انترودكشن على البروبرتيز اوف جازز. تمام، وابتدي شابتر 5 معاكم. انا جاي النهارده اشرح فيزيكس. ايه فيزيكس؟ ايه البديهيات اللي انا بقولها دي؟ ما انا اكيد هشرح فيزيكس. لا، الحقيقة اللي أنا عايز أقولها إن أنا مش هشرح أرقام، مش هشرح معادلات، مش هشرح قوانين، مش المسائل، يعني ممكن نحل بس كام فكرة كده نظري. فأنا جاي أشرح فيزيكس، والحقيقة إن الفيديو بتاع النهاردة هتحبه جدا. أنا شخصيا وأنا يعني بتدرب قبل ما أعمل الفيديو ده، الكلام عجبني جدا، وبجد الموضوع فيه معلومات هتعجبكم. تمام، يلا نبتدي، يلا بينا. بداية كده أنا عايز أقول إن البارتيكلز بتاعة أي حاجة في الدنيا أو أي ستيت أوف ماتر في الدنيا بتكون دايما في حركة، والحركة دي بتبقى حركة راندوم أو عشوائية. تمام، إيه هم أصلا الستيتس أوف ماتر بتوعنا؟ يعني إيه ستيتس أوف ماتر؟ في الحقيقة هو أنتوا دايما لو قلت يعني إيه ستيتس أوف ماتر، كل اللي هما تلاتة، سوليد وليكويد وجاز. تمام، بس أنا عايز أضيف حاجة عليهم تانية، يعني هما مش سوليد وليكويد وجاز بس، في حاجة تالتة رابعة سوري، اسمها إيه؟ اسمها بلازما. ايه البلازما دي؟ يعني حاجه مش عليكم في المنهج، اللي انا هقوله ده مش بره المنهج. هو حاجه البلازما دي لما الجازس دي بيحصل لها ايونيزيشن او دي ايونيزيشن او حاجات كده، بتاخدوها بعدين بتظهر لكم حاجه اسمها بلازما، ستيت رابع من الماتر. والكلام ده مش عليكم في المنهج، ممكن تنسوه، ونكتفي بس ان احنا عندنا 3 ستيتس اوف ماتر، اللي هم السوليد والليكويد والجاز. تمام، نبتدي. في الحقيقة لو ابتدينا من السوليد كده وبصينا عليها، أو على أتوم من السوليد، أو على قصدي يعني كومباوند من السوليد أيا كان إيه هو، هلاقي إن الأتومز بتاعته أو المونيكولز بتاعته قريبة من بعض جدا جدا، ولاصقة في بعض وماسكين في بعض بشدية، يعني تلاقي حتى السبيسز اللي بينهم قليلة جدا، تكاد تكون معدومة. تمام، وده حتى لو يعني لو خدته مش عارف أو هتاخدوه في تالتة ثانوي، أعتقد ان حتى مش اي اشعه تقدر تخترق السوليدز دي. يعني لو خدنا مثال عندنا البونز، العظم، حتى الاكس ريز، يعني فكره الاكس ريز اصلا مبنيه ان هي ما بتعرفش تخترق العظم بتاعنا، فبتنعكس، وبناخد الانعكاس بتاعها ده على حاجه معينه نقدر نصور العظم بتاعنا، وبعد كده بيرجع يشوفوا الصوره دي، لو لقوا في فراغ اسود بين العظم يبقى ده الراجل ده عنده كسره او شرخ. فدي الفكره اصلا بتاع الاكس ريز، استغلوها بسبب ان السوليدز او البونز بتاعتنا انتر موليكيولار سبيس بتاعتها والانتر اتوميك ديستانس بتاعتها صغيره جدا. دي حاجه، فنتيجه ان هي صغيره جدا وماسكه في بعضها قوي ما بتتحركش بحريه، بيحصل لها بس فايبريشنال موشن. يعني ايه فايبريشنال موشن؟ يعني المولكيولز دي بتتحرك في مكانها، هي ثابته وعماله تهتز بس. حتى لو جيت انا خبطت على الترابيزه دي كده انا ما حركتهاش، بس هي اتهزت في مكانها. ده اللي انا عايز اقوله. ايه تاني؟ او قلناه الانتر موليكيولار سبيس بتاعتها قليله جدا. تمام، تعال نبص على الليكويدز كده. في الحقيقه الليكويدز المولكيولز بتاعتها ابعد من الايه، من الـ من الـ من السوليدز.
بس هي برضو لسه صغيرة لسه يعني ايه مش كبيرة بالدرجة الكافية زي ما يحصل في الجهاز زي ما هنشوف يعني. فنتيجة ده ان بيحصل لها ترانزليشنال موشن مش بس فايبريشنال، لان هي مش ماسكة في بعضها قوي، فممكن تتحرك حقيقي في اتجاهات مختلفة. تمام، فهي ده اللي انا عايز اقوله في الليكويدز. الجازز بقى هندرسها مع بعض بالتفصيل، هو ده اللي احنا اصلا الشابتر بتاعنا جاي نتكلم عن الجازز. تمام، نمسح. خدت بالكم حتى اسم الشابتر جاز لوز، فانا جاي النهارده هتكلم عن الجازز، ماليش دعوه لا بالليكويدز. بس يعني في حاجه في الليكويدز انا قلتها عايزكم تفضلوا فاكرينها، اللي هي الحته بتاعت ان هو بيتحركوا مش ثابتين زي السوليدز، او بيحصلهم ترانزليشنال موشن، عشان دي هنحتاجها قدام. بس ده اللي انا عايزه من اللي انا قلته اللي فات. تمام، عايزين نبتدي في ايه في الجازز؟ عايزين نبتدي في اول حاجه ايه هي البروبرتيز اوف جازز. قال لك البروبرتيز اوف جازز دي ثلاث حاجات. اول حاجه اسمها براونيان موشن. يعني ايه براونيان موشن؟ هنعرف براون جت جا من اسم عالم اسمه براون، هو اللي اكتشف الموضوع ده. تاني حاجة الانتر مولكيولار سبيسز، انا لسه متكلم عليها من شوية. تالت حاجة الكمبرسابيلتي او الضغط بتاع الجازات ده. دول الثلاث حاجات اللي احنا جايين نتكلم عليهم النهارده، وهنختم بيهم، هنختم بدي ان شاء الله. طب نبتدي بايه بقى؟ نبتدي بالبراونيان موشن. ايه البراونيان موشن دي؟ هي هو في سنه 1827 في القرن ال 19 يعني، في عالم اسكتلندي اسمه براون. براون ده كان ايه؟ كان حاطط كده زي فيسل او زي فيسل كده او بتاع قافلها تانك يعني، والتانك ده مليان ميه. تمام، وجه في الميه دي حط فيها بولينج جرينز. ايه البولينج جرينز دي اصلا؟ البولينج جرينز دي مش عارف خدتوها في اعدادي ولا حاجه، اللي هي حبوب اللقاح، او حاجه حبوب اللقاح دي بتبقى موجوده على اسطح الزهور، ودايما النحل يجي يقف على الزهر ياخد حبوب اللقاح دي ويجي يقف على زهره ثانيه، فمش عارف ايه يحصل ايه، فيبتدي يطلع لي زهور جديده والكلام ده. في حاجة اسمها يعني ملخص الكلام، في حاجة اسمها بولين جرينز أو حبوب لقاح تبقى عاملة زي البودرة كده، هو جه ورشها في الماية دي، حطها في الماية دي البولين جرينز بتاعتي. تمام، ودي الماية. جه بقى عم براون ده شاف ايه؟ شاف ان البولين جرين ده عمال يتحرك، اتحرك كده اتحرك كده اتحرك كده اتحرك كده اتحرك كده اتحرك كده وهكذا للباقي. قال لك الله، ايه ليه البولين جرين بيتحرك؟ في البدايه اكتشف، قال لك قال لك خلاص يبقى البولين جرين ده حاجه بتعيش في الميه، اول ما احطها في الميه هو كائن حي اصلا بيعيش عمال يتحرك. هل الكلام ده صحيح؟ لا، اكتشف بعد كده ان الكلام هو ده كان اللي قاله ده كله هبد. العلماء بتهبد عادي يعني، مفيش حد بيكتشف من اول مره. واكتشف ايه بقى؟ اكتشف بقى الحاجه اللي احنا قايلينها لسه من شويه. في الحقيقه هو الميه دي او الموليكولز بتاعت الميه دي، احنا قايلين من شويه ان الموليكولز بتاعت الليكويد بتتحرك حركه عشوائيه. تمام، وانا عندي البولينج جرين ده حطيته فيها خلاص. تخيل ده معايا ان ده البولينج جرين كده بتاعي، ودي الحاجات بتاعت المايه. تمام، وجي عندي مولكيول من المايه او المولكيولز بتاعت المايه، جه راح خبطه، هيحصل له ايه؟ اثر عليه فورس، هيتحرك في اتجاه معين وليكن الاتجاه ده، قابل مولكيولز مايه تاني عمال يتحرك، فراح بقى لما خبط فيه راح البولين جرين ده بقى ما جه هنا راح جه هنا، قابل مولكيول تاني بتاع المايه راح خبط فيه، راح يتحرك ازاي؟ راح يتحرك كده وهكذا، وعمال يتحرك في اماكن مختلفه في المايه. فاكتشف بقى من هنا حكايه ان البراونيان موشن. ايه هي بقى البراونيان موشن دي؟
في الحقيقة هما جم عملوا تجربة برضو عشان يشوفوا ايه هي البراونيان موشن. ايه هي التجربة دي؟ في الحقيقة جاب شمع، واحد من العلماء جابوا شمعة، تمام، عندي شمعة كده، الشمعة دي طالعة منها دخان في اتجاه مختلف، وجاب مايكروسكوب حطه فوق الدخان ده عشان يشوف ايه بيحصل للدخان ده. لقى ان يعني معلومة كده على جنب، الدخان ده بيبقى عبارة عن كربون بارتكلز. يعني ايه كربون بارتكلز؟ هي جزيئات من الكربون. اشمعنى الكربون؟ هتاخده بعدين في ثانوية عامة في الكيمستري، ان لو عندي اي اورجانيك كومباوند او مركب عضوي عملت له عملية هيتينج او سخنته بيطلع لي شوية حاجات كومباوندز تانية وكربون. فهو الواكس ده او الشمع ده هو اصلا اورجانيك كومباوند، فانا لما حرقته من فوق طلع لي ايه؟ جزيئات كربون في على شكل دخان هنا، يعني هو الدخان الاسود اللي بنشوفه ده، تمام. حط بقى الايه، شاف الكربون بارتيكلز دي حطها تحت الميكروسكوب، تمام. شاف ايه بقى؟ شاف ان هي برضو زي البولينج جرين بتتحرك، عماله تتحرك في حركات عشوائيه. يعني الاول جت هنا، بعدين طلعت فوق، بعدين جت كده. قال لك طب ازاي الكلام ده؟ فايه الشرح بقى بتاع الكلام ده؟ هو الكربون بارتيكلز ده ايه الميديا اللي موجود فيه؟ ايوه صح، هو موجود في الهواء، تمام. والهواء ده ما هو عباره الا عن ميكشر اوف جازز، خليط من الغازات، ان اكسجين ونيتروجين والكلام ده. واحنا لسه قايلين ان الجازز برضه بتتحرك حركه عشوائيه. ففي كربون بارتيكل هنا يا عيني ماشي في حاله، قابل جاز مولكيول، تمام، بيتحرك حركه عشوائيه، راح خط، راح طلع لفوق، قابل جاز بارتيكل تاني، راح خط، راح نزل لتحت، وفضل على هكذا حركات عشوائيه. طبعا انت شايف الكربون بارتيكل تحت الميكروسكوب، او شايف البتاع، ممكن حتى كان بولينج جرين شايفها بعينيك، لكن مش شايف المولكيولز بتاعت الوتر بعينيك، عشان تبقى صغيره قوي ما بتقدرش تشوفها بعينيك، لازم تشوفها تحت الايه؟ تحت الميكروسكوب. فانت شايف البتاع ده عمال يتحرك ومش عارف هو بيتحرك ليه، لان انت مش شايف الجازز مولكيولز اللي عماله تخبطه. بس هي دي البراونيان موشن. هي ايه؟ ما هي البراونيان موشن؟ ما هي الا حركه عشوائيه، تمام، نتيجة بيحصل كوليجنز أو اصطدامات ما بين البارتيكل اللي أنا بدرسه ده مع الجاز اللي حواليه أو الليكويد اللي حواليه. تمام، يبقى احنا عايزين بس نرتب الكلام اللي قلناه كده. أول حاجة عايزين نقولها إيه؟ إن الإير جاز مولكيولز أو الجاز مولكيولز موف راندوملي إن أول دايركشنز في ستريت لاينز وديفرنت فيلوسيتيز. يعني أنا عندي المولكيولز بتاعت الهواء بتتحرك دايما في اتجاهات عشوائية في ستريت لاينز وسرعتها مختلفة، تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية، في الهواء ده وهو بيتحرك خبط في الكربون بارتيكل بتاعي، تمام؟ فأثر عليه أو اداله فورس أو اداله انرجي إن هو حركه في اتجاهات إيه؟ يعني اتحرك هنا، بعد كده قابل البارتيكل أو قابل الموليكول تاني من الهواء، راح محركه كده وهكذا، نتيجة إن هو حصل له كوليجن معاه، تمام؟ فالكربون بارتيكل ده راح ماشي في سيرتين دايركشن، في ثرو شورت ديستانس، يعني مش في الدايركشن ده، مسافه قليله، قابل مولكيول من الهواء تاني، راح خبطه وهكذا، وقعد يخبطه فيه ويتحرك حركه عشوائيه. ايه السبب في الموضوع ده كله، او ايه اللي سبب، ايه اللي حصل ده كله؟ الحقيقه هو حصل بسبب ان البارتيكلز او المولكيولز بتاعت الهواء بتتحرك حركه عشوائيه، تمام؟ بس كده. ايه الكونكلوجن بقى بتاع الكلام ده؟ الكونكلوجن ان الجاز مولكيولز moves in random motion، دي أول حاجة، بيخبطوا في بعض، أصلا الجاز مولكيولز أو الإير مولكيولز هم أصلا بيخبطوا في بعض، ممكن واحد يبقى ماشي كده والتاني ماشي كده، راح خابطين في بعض، قابل واحد هنا راح خابط فيه، فالإير مولكيولز دايما بتخبط في بعضها، يعني بيخبطوا في بعضها وبيخبطوا في أي مولكيول تاني في الجو زي الكربون، تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية إن البرامينال موشن دي هي جروب أوف راندوم موشنز أوف ذا فلويد مولكيولز. في ايه الفلويد دي؟ خدنا المفروض تبقى عرفته في اخر الترم اللي فات او في الترم الثاني قصدي، ان الفلويد دي هي الليكويد والجازز، مش الليكويد بس على عكس ما في ناس فاهمه، تمام. واكتشفوا كمان ايه، او استنتجوا ايه، ان انا لو حطيت الجازز بتاعتي في كونتينر او في تانك او في اي حاجه او في فيسل، هلاقي ان الجاز بتاعي ده اللي انا حاطه هنا عمال يخبط في الجدران او في الوولز بتاعت الفيسل ده، وبالتالي بيولد عليه ضغط وعمال يضغط عليه، وكل ما الكوليجنس دي تزيد هيفضل يضغط عليه.
الحتة دي خليكم فاكرينها عشان هنحتاجها بعدين في الكومبريسابيلتي. تمام كده خلصنا البراونيان موشن. ايه البراونيان موشن؟ هي حركة عشوائية او راندوم موشن للبارتيكلز بتاعتي، بس كده. هي دي براونيان موشن اللي احنا عمالين نرغي فيه ده كله. احنا عايزين نطلع بالحتتين دول بس كده. تمام. نخش بقى في تاني حاجة اللي هي ال intermolecular spaces. ايه بقى intermolecular spaces دي؟ عشان احسن حاجة نفهم بيها ايه هي intermolecular spaces دي، الحقيقة هي تجربة. تمام عملوها experiment، يعني عملوها الناس عشان خاطر نفهم ايه هي intermolecular spaces دي. التجربة عبارة عن ايه؟ التجربة عبارة عن ان انا عندي graduated cylinder كده، تمام graduated طبعا، حطينا فيه NH3، وعندي graduated cylinder تاني طبعا جاز، ها حطينا فيه HCl، HCl ده جاز برضه. تمام وجينا رحنا قلبين ال NH3 ده، حاطينه على ال HCl. يعني انا كان عندي البتاع بتاع ال HCl اهو، تمام جيت هنا قلبت البتاع بتاع ال NH3 حطيته عليه، بس ما حطوش عليه، حطيت بينهم زي بتاع من الكرتون كده او كارد بورد. تمام فصلتهم ايه عن بعض. وجيت عملت ايه بقى؟ سحبت الكارد بورد دي بالراحه، قعدت اسحب فيها اسحب فيها اسحب فيها اسحب فيها اسحب فيها. ايه اللي ظهر عندي بقى؟ بالكوا بس عايز اديكم معلومتين، ان ال NH3 ده الدنسيتي بتاعته قليله قوي. تمام الدنسيتي بتاعته ايه؟ قليله. وال HCl ده الدنسيتي بتاعته كبيره. تمام فاول ما شال شويه كيمستري بقى، اول ما شال البتاع ده الكارد بورد دي، تمام لان عند السنتر ابتدى يظهر له وايت فيومز او دخان ابيض. انا اسمه بالرحمه بس هو المفروض ايه؟ فيومز بيضة او سحب بيضة زي كده. تمام ليه بقى؟ تعالوا كده نشوف الكيمستري. انتوا خدتوا ان انا ال NH3 ده انا بعمل له بحط عليه HCl، طبعا الاثنين دول جازز ماشي. طلع لي ايه؟ هيطلع لي NH4 اللي هو الامونيوم كلورايد، تمام جاز برضه، وده يبقى وايت فيومز او وايت كلاودز. تمام فبيحصل لي تفاعل هنا، كون لي الامونيوم كلورايد جاز ده اللي هو وايت فيومز او وايت كلاودز. بعد كده لا حصل ايه؟ لان هو مش بس بيفضل عند السنتر، لا ده انتشر كمان هنا وانتشر هنا وانتشر هنا وهنا وهنا والسنتر وفي السلندرين كلهم انتشر الايه؟ انتشر الامونيوم كلورايد ده. احنا استفدنا من ده ايه؟ او ايه الاكسبلانيشن او ايه اللي حصل في التجربه دي؟ في الحقيقه انا كنت في الاول عندي هنا NH3 صح؟ والرو بتاعته قلنا ايه؟ قليله. وعندي HCl طبعا كل الاثنين دول جازز والرو بتاعته كبير. اول ما ابتديت اسحب الكرتون ده لقيت ان البارتكلز او الموليكولز بتاعت ال NH3 نزلت لتحت، والبارتكلز بتاعت ال HCl طلعت لفوق، وعملوا رياكشن مع بعض وكونوا لي NH4Cl.
في الحقيقة. طب هو ايه اللي خلى ال NH3 ده ينزل لتحت وده يطلع لفوق؟ في الحقيقة لأن الغازس عندها هنا intermolecular spaces كبيرة، فال NH3 ده حصل له diffusion أو انتشار جوه ال HCl، وال HCl ده حصل له diffusion جوه ال NH3، انتشر جوه المساحات. أنا عندي هنا مساحات كبيرة فاضية بين ال NH3 بين المولكيولز بتاعتها، ال HCl ده راح دخل جواها and vice versa، حصل كده لل NH3 تمام. فعشان كده كونت لي ال NH4Cl مش بس في السنتر، لا دي انتشرت لي كمان في التيوب كلها او في السلندر كله. يبقى الكونكلوجن من البتاع دي ايه؟ من التجربه اللي احنا عملناها والهري اللي احنا قلناه ده كله، الكونكلوجن بتاعها ايه؟ ان الجازز هاف لارج انتر مولكيولر سبيسز. بس كده فهمنا يعني ايه انتر مولكيولر سبيسز، فهمنا يعني ايه انتر مولكيولر سبيسز. نروح بقى نعمل ايه؟ ندرس تالت حاجة عندنا اللي هي الكومبريسيبيلتي. ايه هي الكومبريسيبيلتي دي؟ الكومبريسيبيلتي دي هي بروبرتي بتوصف المادة أو الماتر بتاعي ده أعرف أضغطه ولا لأ. في الحقيقة أنا بعرف أضغط السوليد، لا برضه بعرف اضغط الليكويد، لا يعني انا لو جبت مثلا شويه ميه قد كده اقدر احطهم في جردل قد كده؟ لا. لو عندي بتاع مثلا من المربع خشب كبير كده اقدر احطه في صندوق خشب صغير؟ لا برضه. يبقى السوليد والجازز انكمبريسبل دي معناها ان هما ما اقدرش اضغطهم. لكن الجازز لو جبت أنبوبة أكسجين تمام؟ أو بلاش نفهمها كده. لو أنا عندي يا عم بيستون كده تمام؟ وفي عندي جازز جوه واخد الفوليوم ده أكسجين بس، ونزلت البتاع ده لتحت، هيقول لأ؟ مش هيقول لأ، هينزل هيبقى هنا وهلاقي الجازز قربت أوي من بعضها، الموليكولز قربت أوي من بعضها بس الفوليوم بتاعها قل وخدت الشكل ده. طب ازاي حصل الكلام ده؟ ليه حصل الكلام ده؟ give reason، يعني give reason كده. gases is or compressible عكس السوليد والايه؟ والليكويدز. ليه؟ برافو. عشان قلنا لسه قايلين من شويه ان الجازز الانترمولكيولر سبيسز بتاعتها مالها؟ عالية. فلما بضغط عليها الانتر مولكيولر سبيسز دي المولكيولز بتقرب قوي من بعضها فبتصغر، والاتومز والمولكيولز بتقرب قوي من بعضهم اكتر من الاول، وبالتالي الفوليوم بتاعي بيحصل له ايه؟ بيقل. يعني الحجم بتاعي قل مع لما زودت البريشر على الحاجه، او لما نزلت البيستون لتحت البريشر زاد والفوليوم قل والانتر مولكيولر سبيسز قلت والمولكيولز قربت من بعضها اكتر، وبالتالي الجازز ايه؟ كومبريسبل تمام. يبقى اكتشفنا ان الجاسس كومبريسبل. اخر حاجه بقى عايزين نقولها دي كده، احنا درسنا الثلاثه بروبرتيز بتوع الجاسس. قلنا اخر حاجه لسه قايلينها ان الفوليوم بيتغير لو غيرنا الفوليوم بتاع الجازز، طبعا بيتغير لو غيرنا ايه؟ لو غيرنا البريشر. لو غيرنا البريشر الفوليوم بتاع الجازز بيتغير. يبقى الفوليوم ده والبريشر ده بيتأثروا ببعض، وايه كمان بيتأثر بيهم؟ التمبريتشر، او التمبريتشر بيتأثر فيهم الاثنين. يعني انا لو غيرت الفوليوم او لو غيرت البريشر
ات كونستنت تمبريتشر هلاقي الفوليوم قل، لو زودت تمبريتشر يعني ات كونستنت تمبريتشر هتلاقي الفوليوم قل، والعكس صحيح. تمام؟ طب تعالى كده نثبت الفوليوم ونلعب في التمبريتشر والبريشر مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل. نلعب وتعالى نثبت مره البريشر ونلعب في الفوليوم والتمبريتشر ونشوف ايه اللي هيحصل. فالحقيقه انا عندي ثلاث صفات حاجات للجازز اساسيه اللي هم البريشر والفوليوم والتمبريتشر. تمام؟ احنا المره الجايه هنعمل ايه؟ المره الجايه هنيجي نشوف ايه علاقه الحاجات الناس دي ببعضها بقوانين ومسائل بقى. فاول حاجه او اول قانون عندنا هو بيربط البي بالفي او البريشر بالفوليوم ات كونستانت تمبريتشر. تمام؟ اسمه ايه بقى القانون ده؟ اسمه بويلز لو. بس الكلام ده امتى؟ ات كونستانت تمبريتشر، يعني ثبت درجه الحراره بتاعتي وشفت التغير الاثنين دول مع بعض تم ازاي. تاني قانون هندرسه هو بين الفوليوم والتمبريتشر، والقانون ده اسمه ايه؟ اسمه تشارليز لو. طبعا الكلام ده كونستانت ايه؟ ات كونستانت بريشر. تالت قانون هندرسه مع بعض هو بيربط الايه؟ التمبريتشر بالبريشر، والقانون ده اسمه ايه؟ اسمه بريشر لو، مش على اسم عالي المره دي، خليكم احفظوها بقى كده. يبقى البريشر لو بيدرس التغير بين البريشر والتمبريتشر ات كونستانت فوليوم، يعني ثبت الفوليوم بتاعي وبشوف البريشر والتمبريتشر بيتاثروا ازاي مع بعض. تمام؟ واخر حاجه هناخدها واخر حاجه عندنا في المنهج هي الجنرال لو اوف جازز، القانون العام للغازات. ده بقى ايه؟ اليونيفرسال بتاعهم او اللي بيشوف التغير في الثلاثه مع بعض ايه. بس احنا كده خلاص خلصنا فيديو النهارده. بس قبل ما اختم انا عايز نشوف كده كام سؤال نظري اللي احنا قلناه ده، وبعدين هما ثلاثه تشوز بس هنشوفهم وبعدين نبقى خلصنا الفيديو. والمره الجايه هنيجي نعمل ايه؟ المره الجايه هنيجي نشرح بويلز لو. تمام؟ يعني بويلز لو ممكن ياخد معانا فيديو كامل. بعدين هنشرح تشارلي، بعدين هنشرح اخر حاجه جنرال لو. يعني الكلام ده ممكن يخلص فيديوهين او ثلاثه ان شاء الله جايين. بس احنا كده اهم حاجه النهارده جينا شرحنا الفيزيكس بتاعت الموضوع، يعني فهم يعني يا ريت تبقى فهمنا الفيزيكس بتاعت الموضوع عشان لما اجي اتكلم في مسائل واحل بارقام يبقى عندك احساس بالرقم اللي انا بطلعه ده ايه. تمام؟ وهي دي الفكره اصلا، انت لو فاهم فيزيكس وعندك شويه سكيلز في الماس هتعرف تخلص الدنيا وهتعرف تجيب الفول مارك. تمام؟ الثلاثه تشوز اللي انا عايز اقولهم هما في بيج 128 في المعاصر. تمام؟ اول واحده، اول سؤال هقراه لكم عشان ما عندوش المعاصر. بيقول لي gases can be compressed but liquids not cannot. Which statement explains this difference? تمام؟ نمبر A each molecule in gas is more compressible than each molecule in liquid. دي نمبر A. نمبر B molecules in gas are further apart than molecules in liquid. نمبر C أو letter C molecules in gas attract each other more strongly than molecules in a liquid. Letter D molecules in gas move more slowly than molecules in a liquid. تفتكروا ايه الاجابه؟ صح نمبر letter B ان الموليكولز بتاعت الجاز بعاد قوي عن بعضهم، لكن الموليكولز بتاعت الليكويد قريبين قوي من بعضهم، فالجاز كومبريسبل. عشان كده هو كومبريسبل. يعني دي اول واحده. تاني واحده بيقول لي why does the pressure of a gas increase when the gas is compressed at constant temperature. ليه البريشر بتاعي بيزيد وانا مثبت درجه الحراره لما بضغط الغاز؟ letter A the gas molecules collide more often with each other. The gas letter B the gas molecules expand under pressure. Letter C the gas molecules hit the walls of the container more frequently. The gas molecules travel faster. احنا لسه قايلين ان انا لو عندي بيستون نزلت وضغطت بيه الموليكولز بتاعت الجازز فاثرت على الجدران بتاعت الفيسل اللي عندي فالبريشر زاد، فيبقى الاجابه ليتر سي. نمبر 3 why doesn't ideal gas exert pressure on its container. ليه الجاز بيضغط على الجدران بتاعته، على الجدران بتاع الكونتينر اللي هو محطوط فيه؟ ليتر اي the molecules of the gas collide continually with each other.
the molecules of the gas letter B, the molecules of the gas collide continually with the walls of the container. The molecules of the gas expand to fill the container. The letter C. Letter D, the weight of the molecules exerts the force on the walls of the container. طبعا احنا قلنا الإجابة إن هي بتصطدم بجدران الكونتينر فبالتالي بيزود لي ضغط عليها، فبالتالي أنا لو ضغطت البستون قوي وعندي وولز ما تستحملش ممكن الوولز بتاعت التانك دي تنفجر أصلا ويحصل أزمة، وده بيحصل على فكرة في مصانع، يعني في مصانع تلاقي عنده تانك تمام قاعد يحط فيه جاز أو يضغطه ويحط ليكويد مضغوط فيه جامد 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 لحد ما يحصل مصيبة والتانك اللي عنده ده يفرقع لا قدر الله، لو التانك ده شايل حاجة سامة أو جهاز سام بيبهدل طبعا الدنيا وبيموت ناس عافانا الله يعني. خلصنا النهارده فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو وتدعمنا وتكتب الحاجات اللي انت مش فاهمها، هتلاقي رقمي لو احتجت اي في الديسكربشن، برده لو احتجت اي حاجه يا ريت تسيب كومنت او تكلمني تبعت لي على الواتساب اي حاجه. دي حاجه تانية. الحاجه التانية اللي عايز اقولها ان انا هحاول اسيب لكم لينك الفيديو يفهمكم البراونيان موشن بشكل اوضح، وهحط لكم انيميشنز وكده طبعا معيش بروجيكتور او حاجه بين لكم الانيميشنز، تشوفوا انيميشنز فيه تفهموا يعني ايه براونيان موشن كفيزيكس بس مش اكتر. شكرا جدا ليكم، يا رب تكونوا استفدتوا. سلام عليكم.